فسح البنات شوية وهاتهم لي. انت عارف الغرفة عملت فيا ايه بسببك؟ انت فاهم ان اللي انت عملته ده ضد قواعد الاوتيل؟ يا فندم انا عارف قواعد الاوتيل كويس، وانا فعلا غلطت ومستحق اجازة يا فندم. هو انت فاكر اني ما مرتش بكل اللي حصل لك ده قبل كده؟ فندم لا، حضرتك اكيد مريت بكل التجارب اللي في الحياه طبعا. ده انا جايبها من تحت يا لا. ما تخافش من تحت. اوعى تفتكر ان انا كمالك مالك كده من الاول. فندم حضرتك كان عندك اسم تاني؟ اقصد مالك الاوتيل، الاونر، مش اسمي. انا اسمي مالك ومالك الاوتيل واونر، فهمت؟ انت عارف ان انا عملت فيديوهات كتير قوي زي اللي انت عملتها دهيت؟ 6 7 8 فيديوهات قبل كده. انا كنت مكون فرقه صغيره كده، بس الحقيقه عمرنا ما خدنا السكسي بتاعك ده. انت فنان يا ولد، فنان تستحق الاشاده. ريلي سيف، انت عارف انك تسببت باللي انت عملته ده بان مفيش اوضه في الاوتيل فاضيه؟ مش عارف دي، طب دي حاجه حلوه يا فندم ولا حاجه وحشه؟ استنى تعال فندم، ملهاش لازمه يا فندم، خلاص عرفت غلطتي. لفوا البنات، عاوزين يتصوروا معاك. معقوله؟ من امبارح ما لهمش سيره غير الفيديوهات بتاعتك. طول الليل امبارح انكل وسيم فين؟ الزفت فين؟ على طول هو بيقولوا كده على طول يعني. وقال ايه؟ عاوزين يتصوروا معاك سيلفي. تشرف ليا طبعا. سابوني انا كابوهم يعني، ما تفهمنيش غلط، وعاوزين يتصوروا معاك انت سيلفي. قلت اوكي. انت عارف انا في الحاجات ديت روح رياضية عالية يعني، ما يهمنيش. يصوروا يصوروا معايا. يلا اضحكي. يلا باي 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 باي. امارات شبه حضرتك. ولادي. ايوه شبه طبعا. بس بصراحة يا فندم أنا يعني أنا فعلا أستحق العقاب. عندك حق، عندك حق. خصم 15 يوم. تمام. مش بس كده. أنت هتغني في فرحين ورا بعض هنا في الأوتيل. نعم. مطلوب. عامل إيه؟ الناس عايزين الاغنيه بتاعتك. خلاص احنا بعنا الموضوع باكج كامل انت فيه يا فندم. بس انا ما ينفعش. من فضلك الموضوع انتهى. طب يا فندم، طب ده بقى يشيل الخصم الاولاني اطلاقا؟ انت عارف احنا عندنا رولز هنا. طبعا يا فندم كلنا بنحترم الرولز طبعا، قواعد الكلام ده طبعا. بعد اذن حضرتك. استنى، هتمشي كده قبل ما ناخد سيلفي الخصم؟ ها خد الخصم هو يا فندم.